الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أخواتي إخواني، سعيد جدا بتواجدكم وبحضوركم، وسعيد أكثر بتواجدي بينكم. لهذه المدينة ولأهل هذه المدينة الطيبة ولأهل هذه الولاية فرصة على غير الفرص السابقة لاختيار الأكفى والأنسب والأصلح وقطع الطريق أمام كل المرتزقة مهما كان مشربهم، لأن البرلماني أو البرلمان في حد ذاته هو أحد المؤسسات المهمة في بناء دولة العدل والعدالة وفي بناء جزائر إذا أردناها جديدة. نحن في حزب الحرية والعدالة لا نؤمن بسبيل آخر للتغيير ما عدا التغيير عن طريق الانتخاب. التغيير لا يمكن أن يكون بأسلوبه، لأن أي أسلوب آخر خارج عن الصندوق وأي أسلوب للتغيير خارج عن المجال السياسي فيه آلام وفيه الدماء، ونحن شبعنا من الآلام ومن الدماء. إذن المفروض دوره ماذا يكون؟ هو خدمة المجتمع، وليس الارتزاق من المجتمع ولا خدمة مصالحه. السياسي هو اللي يتقدم للمجتمع يجي باش يخدم المجتمع تاعو، يجي باش يخدم أهل المنطقة تاعو في أي منصب كان. هذا هو الرجل السياسي النزيه والكفر، وهذه الأخلاق اللي نبحث عليها في حزب الحرية والعدالة. كل أن النوايا المعلن عنها لحد اليوم هي نوايا سليمة، هذا ما هو معلن. النوايا في كل الحالات يعلمها إلا الله. نتمنى أن هذه النوايا تتجسد فعلا على أرض الواقع، وباش تتجسد باش نرجعوا الثقة بين السلطة والمواطن، بين الدولة والمواطن، باش نقدروا نبنيوا هذه المؤسسات ونبنيوا فعلا الدولة الجزائرية، فيجب أن ننتهز هذه الفرصة. باش يروح في يدي منصب في البرلمان، لو تحسب الأجر تاعه نتاع 5 سنوات ما تلحقش لهذاك المبلغ، واش يحوز هذا؟ السؤال مطروح، واش يحوز واحد يمد 6 ملاير وكان يشري في منصب ما يجيبلوش هذاك المبلغ؟ معناها هذا السيد راح يبزنس، هذا السيد راح يبزنس، يبزنس باسم شكون؟ باسم المواطنين تاع المنطقه تاعو، يبيع ويشري باسم المواطنين تاع المنطقه تاعو. اذا هذه فرصتنا وهذه فرصتكم، فلا تتركوا هذه الفرصه تفوت دون ان تسجلوا حضوركم فيها، لان فيما بعد اتمنى لكم حضوركم، اتمنى لكم واتمنى لطائمه حزب الحريه والعداله التوفيق، توفيقهم لا يكون الا بكم انتم اللي تقدروا. اذا كان شفتوا هذه القائمه فيها ناس صالحين ومصلحين فصوتوا لهم، صوتوا على قوائم حزب الحريه والعداله 22. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.